حبيب قلبي، وحشتوني جدا بعد الفاصل. بس انا جبت لكم ضيفي العزيز استاذ احمد البدوي، استشاري العلاقات الاسريه وتطوير الذات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منورني ومنور الاستوديو. انت اللي منوره الدنيا ما شاء الله. الله يخليك، الله يخليك. لا لا، حضرتك طبعا منورنا ومشرفنا جدا جدا. نبدا سؤالك على طول كده ولا ايه؟ اه يا ريت. طيب نبدا. حضرتك شايف ان الاب جنه؟ خليني اخد من الانترو الهايل اللي حضرتك كنت اتكلمتي عنه في الاول، والحقيقه احييكي عليه، لان هو حسم الموضوع جدا. الموضوع بسيط وواضح قوي قوي قوي. الاب جنه؟ طبعا جنه. لو الاب مش جنه، مين اللي هيبقى جنه؟ وخلينا نقول بشكل تاني، يعني في القصه اللي حضرتك حكيتيها، احنا بنتكلم عن ابناء شايفين بعض السلبيات في ابوهم، وبالتالي قرروا ان هم خلينا نقول يعاقبوه او يحطوه في موضع التقييم، ويقرروا بقى ان هو عنده سلبيات 1 2 3، وبالتالي احنا هناخد اجراء 1 2 3. وده كتير نسمعه من الاولاد والبنات بالذات لما بيبداوا يكبروا، وبعدين يقول لك هو يعني ابويا ده فوق القانون؟ يعني بشر غلط، احنا ناخد حقنا، احنا نعاقبه، احنا نوجهه، احنا كبرنا وبقى عندنا عقل وفكر وخبرات ونقدر نقول ان هو غلط. خلينا نقول الاول، هو الاب فوق القانون ولا لا؟ في رايي الشخصي ان الاب في كذا قانون بيحاكموه او بيحاسبوه زي اي بشر، يعني في قانون ربنا، وفي قانون الشخصي هو نفسه ان هو يقيم نفسه، وقانون الابناء ابنه وبنته. قانون ربنا ما فيش حد فوق القانون، بس اللي بيحاسب فيه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى مش البشر. خلاص محسومه دي، كل الناس تحت سقف قانون ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فما فيش لا اب ولا ام ولا اي حد فوق قانون ربنا، بس مين اللي بيقيم هنا ومين اللي بيحاسب هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب القانون الشخصي بتاعه هو الاب يقيم نفسه. انا ادعو كل اب انه هو يعيد حساباته ويفكر وكل حاجه، اللي هو يعني من باب تطوير الذات او ان انا احسن من نفسي، ده برضه بتاعه هو. لحد دلوقتي احنا الابناء بره الموضوع. القانون الاول قانون ربنا، وده بتاع ربنا. القانون الثاني بتاع هو شخصه هو لنفسه، هو اللي يقيم. القانون الثالث اللي هو قانون الابناء، ايوه الاب فوق القانون ده. الاب فوق قانون الابناء. ما ينفعش ابن او بنت يقيم ابوه ويقول بابا كان غلط في كذا 1 2 3 4، او هو غلط في كذا انا هعاقبه كده. ايوه الاب فوق القانون، لان الاب جنه، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي علمنا ده، والفطره والمنطق بيقول كده. لان انت هتبقى اب وانتي هتبقي ام، فهي الموضوع ربنا ما بيظلمش حد. الموضوع ما فيهوش ظلم خالص. محدش يقول مثلا انا ابويا ظلمني، ابويا كان بيعاملنا وحش زي القصه كده، او شديد عليا او قاسي عليا. ربنا ما بيضيعش حاجه، ولكن القانون اللي انت بتحكم بيه قانونك انت، ولا يجوز انك تحكم بالمنطق والعقل. مش بتكلم عن الشرع دلوقتي. بالمنطق انت ما ينفعش تحكم على ابوك وامك، وانت ما ينفعش تحكم على ابوك وامك. القانون ده اللي انت بتحكمه بيه لا يجوز الحكم على الشخص ده اللي هو الاب. فاحنا بعيد خالص، الاب فوق القانون ده، قانون الابناء. يعني انا زعلانه جدا من اللي بيحصل عموما. انا شايفه فعلا ان في حاجات انكسرت قوي، وهيبه الاب ما بقتش موجوده بالنسبه للابناء. انا مش عارفه ليه. فين الحاجات الطيبة؟ فين البركة اللي كانت فعلا في البيت؟ فين الأب كده لما يقعد والأولاد يبقوا حاسين بالهيبة بتاعته في البيت؟ نعم. وفي نفس الوقت الحب، ليه فعلا بقينا بنعامل أبونا بندية وهنحاسبه؟ إحنا هنحاسبك، أنت عملت كذا أنا هحاسبك، مفيش حاجة اسمها كده. يعني ده بينك وبين نفسك، لكن تقول له أنا في وشك. إحنا جبنا الجرأة دي منين يا أستاذ؟ عشان القانون اختل. القانون اختل. إحنا بقينا نحكم زي ما قلت لك، إحنا بنحكم بقانون في حتة تانية خالص. عارفة أنت لما تجيبي مثلا القانون الفرنسي تحكم بيه في ألمانيا، احنا بنحكم بقانون في مكان تاني خالص. القانون بتاعك ده تحكم بيه على اولادك، تحاسبهم وتقيمهم وتربيهم وتعلمهم. وهل دي تربيه من البيت ولا من المدرسه ولا من ايه بالظبط؟ المفروض هنا مين اللي كان يوعي اكتر؟ المفروض يكون في مناهجنا حاجه تخص الاب شويه، ممكن اولاد. ده في مناهجنا وفي اعلامنا وفي الميديا اللي بنقدمها وفي الدراما اللي بنقدمها، في كل حاجه بتحصل حوالينا. ما بقاش في التوجيه اللي يوضح الحته دي، الخلط ده. انا مش عارفه ليه، يعني ليه انا مش عارفه. يعني هو زي حاجات كتير قوي اختلت في المجتمع من قيم، فده من ضمنها ان الاب بقى والام عموما، لكن الاب والام عموما، يعني فكره التقييم، ان انا بقيت اقيم
الاكبر مني، بقيم ابويا وامي عادي. واحنا مين عليه. علشان نقيم ابونا او امنا؟ احنا مين؟ احنا جايين منهم، احنا حته منهم. احنا مين؟ انت عمرك سمعتي عن ايد عشان نجرحهم كمان؟ يعني انت ايدك في يوم كده كلمتك وقالت لك اوعي كده انت دمك تقيله مش عجباني؟ ما هو الابن كده والبنت كده. الابن والبنت جزء من الام وجزء من الاب. انتوا احنا اتكوننا عن طريق ده. فازاي بقى يعني انا ممكن صحيت الصبح كده لقيت عينيا بتقول لي انا مش هفتح النهارده؟ مفيش حاجه اسمها كده، ده بالمنطق انت جزء منه. انا شايفه ان في حاجات كتيره لازم تتغير يا استاذ احمد، حاجات بجد كتيره. القيم اللي هي بدات تتلغي وتنسلخ منا كده، وبدانا ناخد السيستم الاجنبي شويه. تمام، ان انا هقف ضد ابويا وانا مش عارفه لما اوصل لسن كذا انا ليا شخصيتي في البيت وانا هخرج وانا هعمل. فعلا احنا محتاجين نرجع القيم الجميله دي. مشايخنا اللي يجوا يتكلموا بقى يعني في الاعلام بطريقه كويسه يفهموا فعلا دور الاسره هنا ايه. انت شايف ايه يعني الاعلام ده اصله مرايه؟ خليني اقول لك حاجه، يعني احنا لو خرجنا لتكوين البيت الاسره بأب وام واولاد. الاب خلينا هو موضوعنا النهارده. لو الام قدرت تبروز الصوره دي، يمكن انا بنسميها التربيه بالنموذج او التربيه بالقدوه، يعني الام عليها دور كبير جدا وبتعمل حاجات جميله قوي وكل ده جميل. المدرسه الاولى يا استاذ احمد كل ده جميل. طبعا. لكن في كتير من الامهات بيعملوا ايه؟ الام شايفه سلبيات في جوزها، يعني شايفه ان زوجها ده مش هو، يعني مش بيربي صح، تصرفاته مش صح. تقييمك بينك وبين جوزك خليه بينك وبين جوزك، ما ينعكسش على اولادك، بل بالعكس كل الايجابيات اللي انت ممكن تطلعيها منه بروزيها قوي. ما يمكن هي وكبريها. هنا يعني عايشه في دور الضحيه هي واولادها بقى، يعني هي قعدتهم كده خلاص عرفتهم ان احنا ضحيه وان احنا بيحصل فينا كذا. هو ما كانش ليها دور قوي شويه. هي دي البدايه. في اكتر من شكل. في ام بتبقى سلبيه. هي لا كده ولا كده. اوكي. وفي ام بتبقى لا هو بتبرز عيوب الاب قوي للاسف. ومش محترمه بشريته شويه للاسف. عارفه اللي هو بشر هو بيغلط، مش معنى كده ان هو يعني حاجه عظيمه. بس حتى لو هو مش حاجه عظيمه لازم يبقى في عيون ولادك عشانك انت وعشان طبعاً. ولادك حاجه عظيمه طبعا. يعني انا ممكن اشوف مثلا في تشوف في زوجها مثلا انه في سلبيات، انه عصبي وانه زي القصه اللي حضرتك بتاخديها اتكلم عنها ديت. انا العب على حته تانية. ده بابا واحنا قاعدين كده هو مش موجود. ده بابا دلوقتي شقيان وتعبان وبيعمل وبتاع، وتحكي عنه حكايات كويسه وتتكلم عنه كويس جدا، بتبني نموذج جوه الولاد. والله احنا كنا زمان يا استاذ احمد يعني ابونا ده يدخل كده، طب بس وطوا صوتكم عشان هو تعبان ولسه جاي من الشغل وعايز ينام فنبتدي هنا نحس بالمعاناه اللي هو فعلا كان عايشها. اصل الاب ده اكيد يعني ما كانش في رحله ترفيهيه اكيد، يعني مش في العجمي مثلا. لا لا لا. يعني اكيد هو راجل شقيان وتعبان كمان، مستخسرين فيه انه يزعق شويه، طب ما نحتويه. احنا وصلنا لمرحله يا راجل يا منيل قدام العيال. يعني شوف من ايه لايه، احنا من فين لفين. فصورة أي صورة دي، وبعدين أنت بتعملي لأولادك مش لحد تاني، دي أولادك أنت. أنت لو ربيتي فيهم وبنيتي فيهم النموذج، والله مش هيشوفوا عيوب أبوه، وإن شافوها هيسامحوا فيها وهيقدروا. والدنيا قلت لهم أنت قلت لهم اللي عليكي بقى. بالظبط كده. يعني حتى فعلا لو هو فعلا الراجل، أصل بص أقول لك على حاجة، الراجل بيخطأ والست بتخطأ. في التربية مفيش حاجة اسمها يعني. أكيد. عشان برضه يعني يلا تشتم مش مشكلة، أنا عارفة اللي بيحصل بعد كل حلقة. لكن الراجل دوت هو اللي بيفتح البيت فعلا. يعني هي الست اوكي ما فيش مشكله بتربي وبتعمل كل، ما انا ست والله وبتعب وكل حاجه، لكن لولا بقى جوزي ده او الاب ده اللي هو بيجيب الفلوس وبيفتح البيت وبيعمل كنا احنا عرفنا نعيش بامر الله يعني. بس كنا عرفنا نعيش يعني. فينكم بقى يا ستات، ما تركزوا في الحته دي شويه. خدي بالك، اصل هو احنا الست انا عايز بس عايزها تفصل بين حاجتين عشان ما تحسش احنا ظالمينها. اقول لها ونبي رساله يا دكتور. احنا عايزين نفصل بين حاجتين. حاجه اللي هي علاقتك انت مع جوزك كرجل وامراه، زوج وزوجه، وعلاقه ولادك بابوهم. هنا الصفه اختلفت، هو ما بقاش زوج هنا بقى اب. فانت علشان تبعدي عن ده، انت عايز تقول ان هي عايشه حياه وحياه، يعني هي متضايقه، هي متضايقه من جوزها في حاجه دي قصة. وهو فيه صفات وحشه وكل حاجه، انا معاكي ماشي، في سلبيات وفي ايجابيات، حتى لو سلبياته اكتر اوكي انا معاكي في ده. دي مشكله نحلها بعدين. انما المشكله اللي هنا دي عارفه زي ايه؟ زي ما يكون مثلا زعلانه من صاحبتك في حاجه، فتيجي على صاحبتك الثانيه تتعصبي عليها، ده حته ودي حته ثانيه خالص، واخد بالك؟ فانت هنا ده خلل. انت هنا دخل كبير، خلل. وعارفه المشكله هينعكس على مين؟ على اولادي، اغلى ما عندي. انت ايه المتعه في ان انت تكوني
الصوره الجميله الحلوه وبس. اه انا قلت لك الضحيه دي المتعه استاذ احمد. انما بالعكس انا ربي ولادي على انهم يبقوا شايفين ابوهم صح. حتى كمان بعض الحالات يجي يقول لي مثلا ايه ابويا ظلمنا في الميراث وفرق بين ده وده بين اخ واخوه او بين الولاد والبنات وكل ده. حتى في ده انا بقول له حاجه بسيطه قوي، حتى لو وصلت للميراث انت مين اللي هيحاسب الاب ده على انه ما اداش الحقوق لاولاده؟ بتاع ربنا زي ما حضرتك قلت. الله عليك. بالظبط، اعمل انت عايزه في ربنا. اعمل انت عايزه ماشي، اما انا بقى انا ربنا هيحاسبني على برك انت. طبعا. فبما ان ربنا هيحاسبني انا ولا تذر وازره وذر اخرى، خلاص انا هو انا ادعي له ان ربنا يوفقه في موضوع الميراث ده وفي التفرقه اللي بيعملها، ادعي له لان ده ابويا ويهديه وينور بصيرته. لكن ما عندوش وما وقفش ضده بصراحه، يعني كل يوم ادعي له كل صلاه ادعي له وانت ماشي يا رب ربي يوفقه تمام. لكن في علاقتي بيه لا، ازوره واوده وما اقطعش صله رحمي بابويا مهما عمل. ابويا يقفل الباب في وشي ويخبط تاني ويقفل تاني ويخبط تالت. طبيعه عطاء الاب غير طبيعه عطاء الام. الاب بيدي وهو يعني ايه عارف اللي يقول ايه، خبطه بالمرزبه ولا 10 بالشاكوش، هي خبطه واحده، حضور واحد زي ما كنت بتحكي في الاول كده. حضور واحد، مجرد وجوده في امان. الام تعمل 100 حاجه، هي طبيعه الام كده تعمل كذا حاجه، ده طريقه عطائها، طريقه عطاء الاب كده. طب كمان الاخذ، يعني الام بتبقى محتاجه الحنيه والطبطبه، لكن الاب محتاج انه يشوف في عيون ولاده انه قدوه، يشوف في عيون ولاده انه حاجه كبيره، هو مش عايز اكتر من كده. بس الله عليك يا استاذ احمد، انت قلت بجد كلمه او جمله جميله جدا جدا، هو كان محتاج يشوف في عينيهم الحنيه. صح. ان هم يعني بيحنوا عليه او بيحبوا، ويشوف نفسه كبير. الاب اكتر حاجه ممكن تؤلم اي اب تكسر، انه يشوف في عين ولاده انه قليل. حتى لو كان عنده السلبيات او ما خدوش برايه. ما هو دلوقتي الكارثه اللي بتحصل ان فعلا احنا بقينا ماشيين خلاص في شغلنا وفي حياتنا وكبرنا والدنيا جميله قوي، وما نرجعش ولا لامنا ولا لابونا، بابا احنا كنا محتاجين نعمل كذا كذا، ايه رايك؟ لا خلاص. هل ده ما بيكسروش؟ بيكسروا. ده في حاجه جميله قوي، كان حد بيقول لي ما فيش خلاف بيني وبين ابويا بس الدنيا تلاهي. او تيجي تقول لي ما فيش خلاف بيني وبين ابويا ولا امي بس الدنيا تلاهي، انا مشغوله بس وهما ما يعرفوش في شغلي حاجه. فاقول لهم ايه بقى؟ ايوه. اخترع مشكله. ما فيش مشكله في الشغل خالص حتى يا اخي. واقعد احكيها لابوك، حصل مشكله النهارده 1 2 3 4، اعمل فيها ايه؟ الله عليك يا استاذ احمد. صح. هيحكي لي، تشاركه وهيقول لي حل، ويقعد يفكر، ده غير الدعاء انه هيدعي لي سواء في مشكله او لا. اوكي. وسواء هيعيش احاسيس معينه، احاسيس الاب، وسواء انا هاخد بالنصيحه دي او لا. اوكي. وعدي كام يوم كده واروح اقول له يا نهار ابيض، ده انا من غيرك كنت لوست، ده انا رحت عملت اللي حضرتك قلته ده ونجح واتحلت، او لا حتى لو ما فيش مشكله خالص. ايه المشكله في ده؟ حلوه حكايات فعلا، ان حتى لو مفيش مشكله نعيشه في القصه. صح. حتى لو مفيش مشكله احكي له، احكي له كل حاجه. حد من الناس الطيبين قوي كان بيقول ايه، كنت لما يبقى عندي مشكله في شغلي اكلم ابويا لوحده واكلم امي لوحدها، واحكي لده واحكي لدي، احكي له المشكله، واحكي لهم اسامي ناس ما يعرفوهاش في الشغل، في حاجات، في تفاصيل شغلي وشغل متخصص جدا يعني. ويفضلوا يسمعوا 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 وبس، ويقسم بالله ان تاني يوم لازم المشكله تتحل. قالوا بقى اللي قالوه، هو ما يعملش حاجه باللي هم بيقولوه. هم بيقولوا طب يا ابني، طب مش كلام يعني، مش ملوش علاقه ماشي بالحل. ماشي الدنيا، ممكن يكون كلامه كده، معلش ماشي الدنيا عشان الدنيا تتظبط، كلام عام خالص، بس هو رضا ربنا بقى. تاني يوم يلاقي المشكله اتحل، يقول لي كنت اروح الاقي مديري بيعاملني بطريقه وحشه جدا، تاني يوم اروح الاقي يعني مديري بيعاملني كويس جدا، وفي ايه ما اعرفش. رضا الاب والام. طب يعني طب. انا شايفه ان هم هنا في القصه لحقوا حته اللي هي الام، لكن ما لحقوش الجزء الثاني. بس خليني اقول لك حاجه، اتفضل. هما لحقوا الام عشان الام بتدي بتدي والدنيا جميله. اذا ده مش احسان ولا 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 صله، ده تكافؤ ميزان. هي ادت هما ادوها، صح؟ هي ادت هما ادوها، هي ما قصرتش. يمكن لو كانت قصرت كمان ما كانوش ادوها، ما كانوش عاملينها كويس. ممكن. صح، ممكن كانوا اشتكوا منها هي كمان، لانهم حكموا. صح. حكموا بقانونهم. انما مع الاب، الاب من وجهه نظرهم ما اداش، فمش هنديه. الميزان ده ما ينفعش مع الأب. بس ما هو ما اداش ايه؟ هفترض يعني هفترض ان هو ما اداش. يعني هفترض من وجهه نظري انا كابن او كبنت، ان ابويا ما ادانيش اللي انا عايزه زي ما قلتي في الانترو. لكن فانا عملت ايه؟ ما ادانيش ما اديتوش. طب ده اسمه ايه؟ ده ميزان، صح؟ ده تكافؤ. هل ينفع اتعامل بالتكافؤ مع ابويا وامي؟ لا. الاب والام ما لهمش الا الاحسان، والاحسان معناه في اللغه حتى ان انا لما
أسيء ليك أنت تحسن لي، هو ده الإحسان. ليس الواصل بالمكافئ، مش ده، مش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، ليس الواصل بالمكافئ، يعني واصل الرحم ليس المكافئ اللي هو اللي يزورني أزوره، ده ما اسموش واصل رحم. ده كده راجل إيه، راحة جاية الدنيا بينا وبين بعض. إنما الواصل اللي يقطعني وأوصله، أنا أوصله. أبويا يقطع وأنا أوصل، أمي تقطع وأنا أوصل. أنت الكسبان، أنا مش بقول لك حاجة هم عملوا اللي عليهم، أنت خسران فيها، أنت الكسبان. أنت الكسبان في ولادك. اصل انت اللي لسه قدامك حياه، يعني بالزبط. انا اللي لسه قدامي الحياه، انما هي الحياه زي ما بيقولوا وراهم، فانت صحيح. هتعيش الفتره الجايه دي برضا الناس ديت، بيتعصبوا بقى، بيتضايقوا بيه. انا شايفه ان هو هنا الاب في قصتنا يمكن ما كانش بس عنده الوقت او ما حدش ساعده في ده، لان هو فعلا كان حد شقيان، بيرجع بالليل بيعمل والله ولو أسوأ. نفسي بس يقعدوا يركزوا معاه. والله ولو أسوأ، ولو كان أسوأ من كده يبقى في رايي مفيش اب وحش، مفيش حاجه اسمها ابوه، في ظروف حواليه، في ظروف محيطه بيه بتاثر عليه. انا زي ما انا قلت برضو ان ممكن الاب ده يتهان فعلا في مجال شغله من اصغر منه سنا، ورغم كده يجي يعني لقمة العيش. لا دي ظروف وقدرات شخصيه وفكر، ما هو بشر، انا لازم احترم بشريه ابويا، انه بشر يخطئ ويصيب، بس مش انت اللي حضرتك اللي بتعاقبه او تصحح له الكراسه لما يخطئ، لا انت مش شغلتك دي، شغلتك دي مع اولادك. ما هو المشكله ان هو لما لحقش يصلح ده هيحصل له بس اكبر، بشكل اكبر. وبعدين في يعني حاجه بقى، انا دلوقتي لما الواحد يحس بالفقد بتيجي بقى الاحساس، انا يعني بقول لكل ابن وابنه النهارده، سواء مقاطع ابوه او بينه وبينه مشاكل، او لو ما فيش مشاكل بس مش بيزور كتير لظروف وكلام من ده، ما فيش وقت. زي ما قلتي من شويه، اللي عدى اقل بكتير من اللي جاي، الامر بيد الله، لكن انت قدامك فرصه النهارده تلحق اللي فاتك. كلم ابوك وروح له وبوس ايديه وبوس رجليه كمان، حن عليه. ما احنا عايزين نلحق الناس ديت، لان يمكن انا فقد ابويا الله يرحمه، وحضرتك طبعا البقاء لله فقدت ابوك برضه الله يرحمه، ويغفر لهم ويسامحهم وينور لهم قبورهم يا رب. فاحنا عايزين نلحق الناس ديت، نقول لهم يعملوا ايه؟ يعني لا قدر الله انت ابوك لسه موجود على قيد الحياه، لا. هتعمل ايه؟ ولو لا قدر الله ابوه توفى، هو هيعرف يصلح بعد ابوه ما توفى؟ خلينا نبدا الاول، خد قرار دلوقتي، لو والدك او والدتك على قيد الحياه وانت مش بتشوفهم كتير، سواء كنت معاهم في البيت او كنت متجوزتي او اتجوزت وفي بيت تاني، خد قرار دلوقتي ان لازم هصلح العلاقه دي وهطورها، حتى لو كانت كويسة هخليها أحسن كمان. روح لأبوك في وسط أصحابه وبوس إيده ورجله واعمل له كده برستيج، اعمل له داخلة كده. الله، الحاجات الجميلة دي يا أستاذ أحمد. انزل الله. على إيد أبوك كده وهو في وسط أصحابه، الله، وبوس إيده وبوس راسه، تعالى اقعد معاه كده على جنب كده يا اخي، حتى يفتكر ان ابوه ده اكيد كان برضو عارف احنا كنا بنبوس ولادنا من ايديهم ومن راسهم وندلعهم، مش عارف والله. ولو الاب حتى ما بيعرفش يبوسها في قلبه بس 100 مره، طبعا يعني انسى تقييمك ده خلاص، الغي تقييمك ده، ارميه. ده ابوك. تخيل فعلا لو هو جه كده فعلا زي ما حضرتك قلت بالظبط، وبس باس على ايده، يعني انت بس تخيل كده بوست على ايد ابوك قدام الناس، يا فرحته يا هناه، يعني هيحس بسعاده بالغه جدا ان ابني بيوقرني ويكبرني وبيديني احساس جميل قوي، ودلعه وهزر معاه طبعا، يشتمك وبتاع بوس ايده تاني وهزر معاه تاني، انا مش بتاع الكلام ده، روح لامك انا هنا برضه، انا مفيش مشكله. يعني خلي دخولك على ابوك بهجه فرحه، خلي الحيطان بتاعت البيت تفرح، مش ابوك بس، ان انت جيت او ان انت جيتي، ادخلي على ابوكي، بوسي ايديه وبوسي راسه واحكوا لهم واتكلموا معاهم وخدوا رايهم زي ما اتفقنا كده في اي حاجه. المهم ان احنا ناخد قرار في اللحظه دي حالا دلوقتي، ارفع امسك موبايلك دلوقتي وكلم ابوك وروح له وروحي له وقولي له انا مسامحه في اي حاجه، وقول انا مسامح في اي حاجه بابا، لو في حاجه، لو في ميراث، لو في تفرقه، لو في، سامحني انت بس انا مسامحه. وده ممكن يصلح حاجات كتير. ده والله كلمه واحده جدا. والله كلمه واحده. والله انا جات لي رساله من فتره من حد عنده مشكله شبيهه بدي، مش هقدر احكي تفاصيلها، لكن نفس الفكره، قطيعه من سنتين ثلاثه لسبب ما، وكانت مصره ان هي صح وان هم غلط. هم غلط، قلت لها نفس الملخص اللي احنا قلناه النهارده. وبعد كام يوم لقيتها بتبعت لي رساله تانية ان بتشكرني وبتدعي لي. ليه يا ست؟ قالت لي والله انا ما كنتش متخيله ان رد الفعل هيبقى كده، انا كلمتهم عملت زي ما كنا بنتكلم كده، انا مسامحه في اي حاجه
وما تزعلوش مني وحقك عليا وانا اللي اسف. فابوها وامها قالوا لها لا حقك علينا وانت عايزاه خديه. احنا غلطنا في حقك، تعالي خدي البيت كله اصلا. اهو الحق الحقه، ولو حتى توفى، ولو الاب توفى وكان في كانش فيه علاقات كويسه قبل ما يتوفى. ود خير الود ود ابيك. روح لحبايب ابوك، الله، عماتك، الله، وعمامك واصحابه والناس اللي كان بيحب يقعد معاهم. ومطرح ما كان ابوك بيحب يكون موجود خليك انت موجود. ابويا كان بيروح للناس اللي على اول الشارع دول يساعدهم والموضوع اتنسى، اروح. وان ما كانوش موجودين الناس دول في ناس ثانيه هو بيحب ده، روح زوره. الميت بيحس طبعا، بيحس وبيسلم طبعًا وبيفرح وكل حاجه. ده انت الدعوه بتجيله هديه على طبق طبعًا. وكلمه يعني لو ادعي في كل صلاه، اعمل ورد كده، انا كل صلاه هدعي لابويا دعوه. قبل ما انام هدعي لابويا، اعمل وقت ثابت. لو في مقدره ماديه اعمل خير، صدقه جاريه. عارف في ناس بقابلها ويمكن ناس قريبه مني تقول لي احنا ابونا رغم ان هو توفى بقاله 20 سنه الا انه عايش معايا. طبعا. لدرجه ان هم بيحلموا بيه وبيتهم القديم وبالاب، وكان يعني كانهم او هي كانها يعني هي سيده كانها كل يوم عايشه ببيت ابوها، وتقول لي ان انا كل يوم لازم بيت ابويا ده في حلمي. يعني حاجه شرط اساسي، ولو حصلت لي مشكله الاقي ابويا جه ومش يعني عشان عايشه معايا. هي ما دام قلبها متصل بيه هيبقى متصل. اصل انا دايما اقول لهم يا جماعه عالم عالم البرزخ ده عالم احنا لا نعرف كتير عنه، نجهل كتير قوي عنه. في حاجه كتير، في اتصال روح وفي كل حاجه، كل حاجه يعني يا لا مجال الحديث فيها، لكن هو ده موضوع كبير جدا. هي دي عايزه حلقه لوحدها، انا بعشق طبعا الحاجات دي. ده موضوع كبير جدا، لكن هي روحانيات عاليه جدا. انا يمكن انا لمسه شويه عشان العيله عندي، لكن اللي يعيش معاه شويه هيفهم قوي، بس ده موضوع طويل قوي يعني. انما موجود ومتصل وحاسين بيكم. واعمل الخير لوالدك حتى بعد ما يتوفى. بعد ما يتوفى صدقات اود كتير الناس قوي اللي كان يعرفهم قوي. يعني انا لما اروح ازور اختي واقعد معاها يا فرحته، زي ما كان ابويا يحب ان بدل ما اقعد سنين ما ادخلش على اختي ولا لما اجي اهديها بحاجه بسيطه كده، اختي ديت ده بر لابوك وامك. واحنا لو بنفهم، هو المفروض لو الاب لا قدر الله توفى، الابن هنا يكون الاب لاخواته طبعا، حتى لو ما كانش قبل وقبل، حتى لو ما كانش بيود وكان مشغول معتمد ان بابا هو اللي بيعمل وبتاع، لا ده دورك انت بقى يعني. انت خلص انت تاخد الرايه وتتشرف انك اخدت الرايه دي. حتى لو ما كانش ابوك، لو في حاجه تانية كمان، لو ابويا ما كانش بيعمل الحاجات دي مثلا ماشي، ما كانش بيعملها، ما هو بشر يخطئ ويصيب ماشي. لا اعمل انت بنيه ان انا هعملها يا رب لابويا. الحاجات الحلوه دي يا استاذ احمد، ان انا اود اختي واروح لها ان شاء الله يا رب اجيب لها بقى ايه جرجير يعني. والله بس اروح لها اودها، احسس يعني مثلا جوزها، يعني لو احنا عايزين نتكلم في الحاجات دي ان في حد موجود. والله لو البنت، لو الاخت عندها 100 سنه لا تتشرف وتفرح بدخول اخوها عليها البيت. والله لو عندها 100 سنه ولو عندها مال الدنيا، لو اخوها دخل عليها كده بشوكولاته كده وقال لها عامله ايه، وقعدت كانت عامله نجيب في سيره الناس كده ونقعد مع بعض شويه ونحكي، لان صله الرحم دي واهتم بولادها وعامل جوزها كويس كل الحاجات دي، يا نهار ابيض. عرفتني انا ليه بقى؟ هم اولادها بيشوفوا كده هيقلدوا. طبعا هيقلدوا خالهم. دي السفنجه بقى. التربيه بالسفنجه. عارفه انت لو انا اعمل نموذج قدام ولادي وقدام ولاد اختي وقدام اطفال العيله وهم يفضلوا يتبصوا يتفرجوا عليا، السفنجه تطلع بقى في وقتها. 15 16 سنه تلاقي الخير يبدا يظهر. انت زرعت حاجه من غير ما انت دريان بيها، بس انت زرعتها وعماله تنمو بسبب خالي ده مثلا اللي كان بيجي يزورنا ويودينا. ويا سلام لو طلع ربع جنيه او نص جنيه مثلا. حبيبي حبيبي حبيبي. لا وخلي بالك، فاكره هقول لك حاجه، فاكره المدرس، كل واحد فينا في حياته مدرس او اتنين كانوا قدوه. طب المدرس ده ما كانش عايش معايا في البيت، بس كان بيعمل موقف واحد كويس بمتصه انا فيربيني، فلما اكبر بطلع النموذج ده وافضل كل ما اقابل المدرس ده بقى عايز ابوس ايده واسلم عليه وبحبه جدا وبتاع، ليه؟ واحكي عنه في حكاياتي. ليه؟ كان مربيني بس بالبصمه، هو عمل بصمه صغيره كده عملها ومشي خلاص، اداني الحصه ومشي، لكن انا اتزرعت جوايا. ولو عدى 100 سنه ولو فعلا كبرنا زي ما حضرتك فعلا، انت النهارده يعني كلام جميل جدا جدا من حضرتك. فعلا احنا في بعض المدرسين بتوعنا اللي احنا فاكرينهم من زمن الزمن وفاكره الموقف. والله قلت لهم بالاسم، والله لو قال لي شيل الكشكول ده يا بقى، لا ده انا بقيت مديره المدرسه. لا لا يا رب ده انت والله تحكيه مشهد سينما، تحكيه نهار خارجي مش عارف ايه حصل كذا، 1 2 3 4 ولسه فاكره. طبعا وجاب لي قلم هديه و طبعا.
طبعا اللي هي الحاجه الجميله دي فعلا، حاجات كتير قوي وبسيطه قوي، مش زي دلوقتي بقى يعني خلص واجري واعمل للاسف. بس احنا بقى عندنا دلوقتي احنا نماذج كتير، وزي ما قلت لك يا جماعه مش لازم الاب يبقى سوبر مان عشان احبه، ما هو ابويا حبني وانا منيل ب60 نيله ومش نافع في حاجه، مع ما انا مش انا كنت جيت وقت مش عارف احسب ومش عارف اكتب، مش كنت طفل بتعلم لسه، مش فتره من الفترات ان كنت ناجح وفتره ما كنتش ناجح، هو انا سوبر مان عشان اطلب من ابويا وامي؟ وانا ازاي بطلب من الانسان ده يكون حلو وانا اساسا جوايا برضه مش حلو؟ يعني انا مش فاهمه، يعني انا فعلا هنا ده قانون، يعني في حاجه اسمها قانون العطاء، لو هنتكلم النهارده على القوانين في قانون العطاء. يعني اديني وحب وانا اديك اهتمام ومشاعر جميله، احنا مش فاهمين ده. طب الكارثه الكبيره بقى ان احنا لو ما لحقناش في الدنيا ولحقنا او ما لحقناش في الاخره، بس في ناس كمان بتعمل ايه؟ بتوديهم دار المسنين. لا ده احنا كده يعني دي دخلنا في ليفل تاني بقى، ده ليفل وحش زي ما بيقولوا، ليفل وحش. دي حاجه انا يعني لو اطول، يعني مش عايز اقول، يعني انا لو هديله سيبهم لنا دول اضربه فوق دماغه. يعني انا اذا كنت انا بزعل جدا لما حد يجي يقول لي انا بكره ابويا، يعني اعوذ بالله، اعوذ بالله، انما ان انا ابدا بتضايق من بعض المواقف، ابدا اخد اجراء واودي ابوي او امي دار مسنين عشان اي سبب. انا هقول لك هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا بيفتح ما شاء الله باب النار لنفسه. طبعا يعني انت ما سبتش لنفسك يعني خرم كده صغير يدخل منه للجنه، يعني ده حد بيبقى خلاص انا مشيت مع الشيطان، انا شايفه ان التصرف ده اللي بيعمل كده ده هو كده خلاص خد طريق الشيطان. اقول لك حاجه، انا في قناعتي الشخصيه اللي ينام ليله وابوه او امه زعلان منه بسببه هو، و يعني قلبهم مش راضي عنه، ما كانش يستاهل يجي الدنيا دي اصلا، لا يستحق ان يولد اصلا. اذا كان ابويا وامي نايمين ليلهم ودمعتهم على خدهم زعلانين مني وانا رايح انام عادي كده والموضوع عادي بالنسبه لي، لا ما هو الناس دي تبقى قلبها ميت فعلا، يعني عايشه كده وقلبها ميت، لا مش مدركه، لا مش عايش. ان هما بيأذوا الاخرين، مش مدرك ان انت مش هتعرف اساسا ترجع الحياه دي، يعني الزوجه سوري يعني الزوجه انت هتتجوز تاني، انما الاب والام دول هتجيبهم منين؟ والزوجه ليها تعامل، انت حبيبي علمها. ده في يعني باختصار شديد جدا في حاجه واحده بس ممكن تعلم الزوجه من غير ما تصطدم بيها ومن غير ما تحتك بيها، بر ابوها وامها. الله بس خلاص، ادي نموذج بان على المعلم. بلاش، مش بس كده، لو حصل مشكلة في يوم من الأيام بين زوجتك وأبوها وأمها اللي هم حماك وحماتك، ازعل منها بقى، ازعل منها هي. صح. أنا مش هروح لأبويا ولبابا النهاردة عشان حصل كذا، خدها وديها غصب عنها. أو روح أنت والله، لو أنا أنت مش هتروحي عنك ما روحتش، مش هتروحي، أنا هروح لهم أبويا وأمي أنا. مش مهم أنت. صح. هي ممكن هتبقى يعني شوية ساعتها كده، إنما هي من جواها فرحان وهتبقى علمتها علام مفيش بعده علام، اللي هو بيان قدامك اهو. اوعى تقول على حماك وحماتك كلمه وحشه، حتى لو كانوا وحشين، حتى لو كان فيهم اللي انت بتقوله ده، ولا قدام اولادك، ولا طبعا ولا قدام اي حد، ولا خال ولادك، ولا اي حد من عيله مراتك. خليك دايما محافظ على ده، بس مش عن ضعف، عن قوه. لا، اللي بيحافظ على مشاعر الناس دوت او اسرارهم ده حد قوي. لا، اصل في حد يقول لك مثلا ايه، ما اصل انا بعمل كده وهي برضو بتغلط، او هي برضو بتعاملهم ابويا وامي وحش، يعني انا بعمل ابا وامها وحش، حلو، وهي برضو بتعامل ابويا وامي وحش. لا، انت عليك عن قوه، انت عاملهم كويس جدا، انت تقدر تعمل حاجه غير كده، لكن انت بتعمل ده صله رحم. ودايما اقعد مع زوجتك كده واتكلم معاها، قول لها احنا عندنا اربع كنوز لو الاربعه عايشين، اربع كنوز، اب وام واب وام، ندخل بيهم الجنه، ندخل بيهم الجنه مستريحين. صح. سواء كان منهم حد عايش او حد ميت، ما احنا قلنا ازاي نبر حد بعد ما يتوفى. فعندك اربع كنوز ولازم هي تقتنع بده وتفهم. استاذ احمد، الحلقه معاك والله العظيم بجد ممتعه جدا جدا، وحكايه النهارده يعني مأثره فيا انا قوي ومأثره فيك قوي، لان يمكن احنا فقدنا حته من الجنه جميله جدا. لا، بس بنبرهم الف حمد والف شكر. ومحتاجين نتكلم في ده يمكن 10 حلقات او 20 حلقه، كتير جدا جدا. لو قعدنا العمر كله في ميزان حسناتنا نقول ده. عايزه يمكن ما بحبش كلمة سريعا، بس عايزة رسالة أخيرة للأبناء. تعبان في حياتك، عندك مشكلة، حاسس باكتئاب، مخنوق، عندك مشاكل مع مراتك، مع أولادك، مع الدنيا كلها، عندك مرض، خايف، موضوع الكورونا والحاجات اللي بتحصل دي عاملة لك رهاب كده وانت مش مطمن على حياتك ومش عارف ايه، الموضوع بسيط قوي. يقين في ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم وعنده الحل، وربنا قرن عبادته ورحمته برحمة دول.
الاب والام. اجري روح لهم وبوس ايديهم ورجليهم. اجري روح للعلاج. الحل عندك، الحل عندك. صح. ما تقعدش تدور بقى وتتعب نفسك. انا احنا بنقول لك النهارده اهو من خلال حلقه النهارده، الحل عندك انت، روح لهم سواء كانوا احياء او اموات. والحق لان مفيش وقت. تشرفت بيك جدا يا استاذ احمد، ويا رب يكون النهارده في ميزان حسناتك الحديث دوت. واصدقائي الاعزاء، الحلقه فعلا كانت ممتعه وكانت جميله. الحقوا، اجروا على ابوكوا وامكوا وبوسوا ايدهم وبوسوا راسهم وحيلوهم واتمنوا رضاهم وبوسوا التراب اللي بيمشوا عليه. مش هقول تاني اكتر من كده. هتوحشوني الحلقه الجايه. باي باي.